مدينة البيضاء باتت اليوم في قبضة الحوثيين. مصادر مسؤولة قالت إن مسلحي الجماعة دخلوا المحافظة بمساعدة قوات الأمن المركزي اليمني دون مقاومة. بسط الحوثيون سيطرتهم على مبنى المحافظة ومكتب المحافظ ومعسكر قوات الأمن الخاصة وعلى مقر الإدارة المحلية فيها. الساعة 9 من صباح اليوم تحركت اللجان الشعبية مدعومة بقوات من الجيش والأمن المركزي من مديرية ديناعم باتجاه محافظة البيضاء، ودخلتها يعني الأمور كانت هادئة جدا ولم تلقى يعني تلقى مقاومة. جماعة أنصار الله دخلت المدينة بلباس عسكري مستخدمة آليات ودبابات الجيش اليمني. دخول الحوثيين إلى مدينة البيضاء سبقته سيطرتهم على ردع كبرى مدن المحافظة، لكن مقاومة القبائل ونشاط تنظيم القاعدة الذي وجه بوصلته باتجاه الحوثيين أخرت تقدمهم تجاه مدينة البيضاء. وبعد سيطرتهم على هذه المدينة الاستراتيجية التي تفصل بين شمال وجنوب البلاد، باتت أعينهم تتطلع صوب محافظة مأرب التي تضم حقول النفط والغاز الطبيعي المسال. هدوء حذر تشهده المدينة وسط تخوف المواطنين من مواجهات محتملة بين أطراف النزاع أو من هجمات لتنظيم القاعدة. وبالسيطرة على البيضاء لم تعد مأرب وحدها مهددة، بل إن مدن الجنوب باتت على مرمى حجر من الحوثيين، مما ينذر بالأسوأ.